أكثر من 2400 كادر بحزب الكتائب على مدى السنين ناقشوا، عملوا ندوات، مؤتمرات، اجتمعوا فيها مع أهل الخبرة، مع أهل الاختصاص. اليوم الخطر أكبر من امبارح. نحن بالكتائب رح نواجه الخطر، خطر شرعنة السلاح وضرب الجيش الوطني من الداخل، وخطر تشريع الفساد وتغطية الفاسدين. هيدا النهج عم بصيب وعم بيضرب نمط عيش اللبناني، نبض الجمهورية، إنه يكون عنا سياسة خارجية، سياسة خارجية وازنة تعتمد حياد لبنان الدائم. نطالب ونجيبهم للمعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية، رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء وكبار الموظفين. ديمقراطية حقيقية يا رفاق يعني استكمال الدولة المدنية بإقرار مشروع مدني للزواج المدني وللأحوال الشخصية. ديمقراطية الحقيقية معناتها اللامركزية، في قانون اللامركزية اليوم مقدم تحت اسم كتلة الكتائب اللبنانية، يتفضل يتناقش وينقر بقلب مجلس النواب، ونوابنا رح يناضلوا كرمال هالشي بالمجلس الجديد.